هذا ويعقد وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر اجتماعا في القاهرة الأربعاء المقبل لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر. وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أن الوزراء سيبحثون في اجتماعهم الخطوات المقبلة في التعامل مع قطر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أنه تقرر عقد الاجتماع الرباعي بناء على دعوة من وزير الخارجية المصري سامح شكري. وأضاف أن الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن.